وحشتوني جدا. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هكلمكم عن موضوع مهم. معلش ثواني كده، شك في تليفون. الو، ايوه فندم، ايوه انا مريان ماهر، حاجة ليا؟ تمام. طيب هو الشركة هتبقى لغاية الساعة كام؟ لغاية الساعة 2 الظهر فاتحة؟ طيب ماشي يا فندم، اوكي، شكرا، شكرا جدا، شكرا. غالبا في حاجة كده انا يعني شاكة فيها. كلمتني شركة شحن دلوقتي بيقولوا لي انه في حاجة اليوتيوب سايبها لي عندهم، وبيقول لي ان احنا اخرنا الساعة 2، فانا في عندي مشاعر متلخبطة كتير، ومفروض ان انا الحق اروح اجيب الحاجة دي، ويا رب تطلع اللي في بالي، يا رب تطلع اللي في بالي. هروح اشوف ايه الحاجة دي وهاجي لكم بسرعة علشان نكتشف مع بعض هي ايه. ادوني شوية صغيرين جدا وهاجي اقول لكم ايه الحاجة اللي سايبها لي شركة الشحن. يا رب تطلع اللي في بالي. ورجعت لكم تاني، وطلعت شركة الشحن سايبالي ده، اللي هو احنا عارفين طبعا هو ايه. انا بشوفه اصلا من صور مع الناس، يعني عارفة البوكس الاسود، العلبة السودة دي والحاجات المكتوبة عنها. فاول ما شفتها هو في حاجة. الراجل اصلا لما رحت لهم في الشركة، هما كان عندهم كرتونة صغيرة كده خالص، كانت محطوطة على المكتب. فانا لاول لحظة تخيلت ان هي دي الحاجة بتاعتي، فطبعا مش ده شكل الهدية خالص يعني اللي في بالي. فطبعا حصل لي نوع من انواع الاحباط، لكن الراجل لقيته يعني مشاور لواحد تاني، فطلع بدي من جوه، بالهدية دي من جوه. وساعتها بجد بجد مش عايزة اقول لكم ان انا نسيت كل حاجة، حتى نسيت ان انا الراجل بيقول امضي هنا، انا مش عارفة امضي فين. اوكي مش هطول عليكم، تعالوا نشوف مع بعض اليوتيوب بعت لنا ايه. تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي موجودة في البوكس الاسود ده، و حاسة ان قلبي هيوقف. اوكي يلا نفتحه. زي ما انتم شايفين هو كده بوكس اسود، موجود فيه علامة اليوتيوب، وفي هنا فلاي اميريتس، غالبا هو شركة الطيران الامارات عدى عليها، وفي البلد والكل حاجة والكود وحاجات زي كده. فتعالوا نشوف بالظبط. طبعا واضح ان هو الحاجات دي عايزة تتفتح، فانا جبت سكينة صغيرة كده عشان نفتح مع بعض. تعالوا نفتح ونشوف ايه الموجود في البوكس ده. عايزه اوريكم كل حاجه، فخلينا نفتحه كده. بصوا ده الشكل اللي انا شايفاه. اول حاجه في زي سفنجه تقريبا، دي بيحطوها عشان يحفظوا الحاجات اللي موجوده تحت. فتعالوا نشيل السفنجه دي ونشوف تحتها في ايه. اهلا بيكم، النهارده جايبه لك كريم. ما ينفعش تدي لنفسك الحق. طب ماما بقول يا لحية. طيب ايه هي احسن اربع كريمات؟ يا ساتر، من فتره نزلت فيديو الجسم بيمتصه من الجلد. طب هل تعاني من الارهاق والكسل لو عندك خطوبه معزومه عليها؟ ازاي يكون عندنا بطن مشدوده جدا؟ في اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي، وزاره الصحه والاورلي مع الكروماكس من نص كيلو في اليوم ل 15 كيلو في الشهر. فلو انت بتشوف الفيديو انزل اعمل لايك. وعليكم السلام يا حبيبتي بت يا لميا. في الفيديو ده هكلمكم عن اهم اربع نقط، وسيبوا لي اي سؤال تحت الفيديو، يعني خسيت من التعب حضرتك. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. بصوا اول حاجه في كارت صغير كده مكتوب يعني بيهنوني يعني ان انا عديت ال 100,000، وبيقولوا لي يعني عشان الكارت ده لو الهديه فيها اي كسر او الدرع اتكسر ارسلهم على الايميل المكتوب ده. دي اول حاجه. تاني حاجه في زي شهاده من اليوتيوب برضو، بيقولوا لك ان انت يعني عملت حاجه حلوه ان انت عديت 100,000، و
يعني زي تحفيز كده علشان يبقى عندك ميلستون تانية وتوصل للمليون. هما يعني كاتبين الكلام، طبعا في كلام كتير مش هرغي عشان ما زهقكمش، بس هي رسالة حلوة جدا والورقة شكلها تحفة، وفي حد ماضي عليها تحت مش عارفة مين او مش واضح برضو بالنسبة لي، بس كلام كله حلو جدا وتحفيز، واصلا الورقة دي وحدها بجد تبروز. وبعدين نيجي لأهم حاجة، الدرع. الدرع استنى يا جماعة لازم نفتحه عشان نشوفه. اوكي خلينا نشيل الحاجات دي كلها. بصوا الجمال. طيب مكتوب هنا presented to مريان ماهر، الاسم القناة يعني، for passing 100,000 subscriber، لانها عدت 100,000 مشترك، وفي النهاية اليوتيوب والعلامة بتاعت اليوتيوب، واللي فوق طبعا دي اصلا علامة اليوتيوب اللي هي بالازاز. بصوا يعني مش عايزة اقول لكم بجد، ده كان من الحاجات الواحد كان حاسس انها بعيدة قوي، ان هو يبقى عنده الدرع الفضي، او ان هو اصلا يجي الدرع الفضي. بس انا ماسكاه مش قادره اقول لكم قد ايه انا متلخبطه ومبسوطه جدا وسعيده جدا. عايزه اقول لكم اول حاجه، هقول لكم سر، لكن قبل اي حاجه هقول لكم حاجتين بخصوص الموضوع بتاع الدرع اليوتيوب. اول حاجه ان انا بدون دعم عيلتي واهلي وقفهم جنبي، انا ما كنتش النهارده هيبقى معايا الدرع ده، وكنت هبقى واقفه قدامكم وبكلمكم، لكن بسبب دعم الناس القريبه مننا والناس اللي شجعتنا من اول خطوه لحد النهارده، الواحد قدر ينجح وقدر يعمل حاجه مميزه. تاني حاجة ان انا بشكر كل واحد فيكم عمل لي اشتراك في القناة، وحتى لو شير اي فيديو، ولو كان مؤمن بيا وبالقناة بتاعتي، ويعني بعت لي كلام حلو، الحاجات دي كلها بجد كانت بتحفزني كل مرة ان انا اقدم لكم حاجة افضل، وانا بشكركم بصراحة. يعني في كلام كتير ممكن اقوله، لكن انا مش عارفة اقول اي حاجة ومتلخبطة، وده باين طبعا جدا، فانا كل اللي اقدر اقوله له بشكركم جدا. طيب عشان مش عايزه ارغي كتير، خليني هحطه طبعا، وان شاء الله بعدين احاول احطه في الخلفيه فتشوفوه وانا بتكلم، لان طبعا دي حاجه انتوا عملتوها معايا، فحقكم تشوفوها زيي. ويعني انا يعني يعتبر ده بهديل كل واحد، لكل واحد عمل اشتراك، ولكل واحد شاف الفيديوز، ولكل واحد كان بيعمل لي كومنتس. طيب مش عايزين يعني نكتر في الكلام، لكن خليني اقول لكم على السر اللي انا هقوله لكم النهارده. والسر ده موجه لكل واحد بيفكر يعمل قناة يوتيوب، ولكل واحد عنده قناة صغيرة ومتعقد وبيشوف القنوات الكبيرة وبيحس بإحباط بقى شديد، وأنا هوصل إمتى للكلام ده. خليني أقول لكم الحاجات اللي أنا بدأت بيها أول فيديو تصوير، وهيطلع لكم في اللينك أول فيديو، وحاول أحط لكم صورة منه. تعالوا أقول لكم أنا بدأت القناة يعني كنت بصور إزاي أول فيديو. أول حاجة ده الموبايل اللي أنا استخدمته، هو ده الموبايل اللي كنت بصور بيه فيديوهات. انا ما كانش عندي الكاميرا اللي انا بصوركم بيها دلوقتي، فده الموبايل اللي كنت شغاله بيه. ما كانش عندي ستاند ان انا احط عليه الموبايل، فاشتريت من سوق دوت كوم الستاند ده، زي ما انتم شايفينه كده ستاند هنا، وفي من فوق البتاع دي اللي هي زي الكليبس اللي بتفتح اهي، وبتحطه جواها الموبايل عشان تسند عليه، وطبعا بتعلقه في الكرسي او في ترابيزه او اي حاجه. تالت حاجة ما كانش عندي المايك اللي انا بصور منه دلوقتي، فاستخدمت ايه بقى عشان بس ما تتصدموش، استخدمت سماعة موبايل عادية جدا اهو زي ما انتم شايفينها كده، كنت بحطها في الموبايل. طبعا السماعة مش هعلقها، فكنت سندها على المكتب وبتكلم. بس عايزة اقول لكم بأمانة جديدة، هي دي الحاجات اللي انا بدأت بيها، الموبايل ده والسماعة دي والستاند ده. ده سعره ما يعديش ال 50 جنيه من سوق اصلا، يعني حاجه كلام فاضي يعني. فانا بدات القناه بالحاجات البسيطه دي، الحاجات اللي هي ممكن تبقى موجوده مع كل حد، وعشان كده انا النهارده عايزه اقول لكل واحد بيبدا قناته، لو عندك حاجه عايز تقدمها مختلفه، لو عندك موهبه، لو عندك ان انت موضوع عايز تتكلم فيه، لو انت واثق في اي حاجه يعني في امكانياتك وعايز تطلع تتكلم، ما تقولش بقى انا هعمل ايه وسط اليوتيوبرز الكبار اللي عندهم الكاميرات والمايكات والحاجات دي. كفايه بس ان انت تبدا الخطوه الاولى، تعمل قناه على اليوتيوب، تبدا تصور، صور باي حاجه، الناس مش بيهمها جوده التصوير قد ما بيهمهم الكلام اللي احنا بنقوله، او يعني المعلومه اللي طالعه منك
او الصدق بتاعك او ان انت مختلف عن اي حد، دي الحاجه اللي بتفرق مع الناس. دي كانت كده حاجه انا حبيت يعني اقولها لكم النهارده اول مره. في نهايه الفيديو يعني انا بشكر كل واحد تاني وبشكركم جدا جدا لان انتوا وقفتوا جنبي وساعدتوني، ومريم ماهر، قناه مريم ماهر النهارده دي وصلت لل 100,000 او دلوقتي احنا 118 بفضل تشجيعكم وبفضل وقفكم جنبي. بصراحه بعد لخبطه الدرع دي انا مش هقدر النهارده اتكلم في اي حاجه تاني. كل اللي اقوله لكم ان انا بشكركم جدا، بحبكم جدا جدا جدا، وانتوا اكتر من اخواتي، وربنا يخليكم ليا، واشوفكم ان شاء الله على كل خير الحلقه الجايه. باي باي.